متتبعي قناة انفاس باريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج غازا سيتي. اليوم غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي تتعلق بملاعب القرب وفي الشق المتعلق بالمدارس الكروية اللي كاينة على مستوى مدينة الدار البيضاء وخاصة على مستوى منطقة الحي الحسني. من أجل مناقشة هذه القضية نستضيف السي حاتم بن اسماعيل، المشرف العام لنادي سبور سيتي الخزامة بمنطقة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء. السي حاتم مرحبا بك. السي حاتم، هذه سنوات فتحوا مجموعة ملاعب القرب واتخذت واحد القرار يعني باحداث مجموعه من ملاعب القرب على مستوى المناطق المحيطيه لمدينه الدار البيضاء. واش هذه الخطه لحد الساعه ادت لنتائج ايجابيه ولا تتعرض لمجموعه من الصعوبات؟ الحمد لله، منذ افتتاح هذه الملاعب ديال القرب اللي بالخصوص بالمنطقه ديال اللي ساسفه، كاين واحد النضج كما كنقولوا نضج رياضي، وتبارك الله كاين اقبال كبير بالنسبه للاطفال الصغار بالخصوص من اجل ممارسه كره القدم. يعني كاين واحد الاقبال كبير تبارك الله. يعني انتم بس تلبسوا بان كاين اطفال باغيين يلعبوا الكره. يعني كاين واحد الاقبال يعني قبل من كما كان في الاول، يعني حاليا يعني تقريبا جل الجمعيات الرياضيه الناشطه بهذه الملاعب كتوفر على عدد كبير ديال الاطفال. وبالنسبه لك انت كما تنقولوا رجلك في الغيث، واش تتحس ان كاين شي تمويل من عند الجهات الرسميه ولا تتضاربوا بوحدكم؟ يعني لحد الان منذ افتتاح هذه الملاعب يعني ما كاينش شي دعم من اي جهه. الدعم الوحيد اللي عندنا هما اولياء الامور اللي كيساهموا معنا باش يطلع هذا النادي وبهذه المدرسه الكرويه. يعني حتى المجالس المنتخب ما تعطيكمش هذيك الملحه اللي تتعطي الجمعيات؟ لا، حاليا باقي ما استفدنا من حتى شي حاجه، وحنا كنادي الحمد لله اللي هو نادي كبير وعنده واحد الصيت الحمد لله حاليا على الصعيد الوطني، يعني تبارك الله كاين واحد عدد كبير، ولكن بالنسبه للدعم من المجالس المنتخبه لا مسؤولين لحد الان حنا كنتسناو الدعم ديالهم ان شاء الله. وبالنسبه لهاد الوليدات اللي تيلعبوا عندكم ثم في النادي ديالكم، واش يقدروا بعض المرات نشوفهم نجوم في كره القدم؟ نعم، ولا بالتاكيد الوليدات اللي دازوا عندنا ولا غير تضيعوا الوقت وصافي تمشيو؟ حاليا الحمد لله بالنسبه حنا كمدرسه كرويه كنكونوا الوليدات من اجل ان احنا نوجدوهم للفرق الاخرى. يعني حاليا تبارك الله كاين شراكات كبرى الحمد لله مع انديه واكاديميات بالمنطقه، كنادي ميروفوت، اكاديمية ميروفوت، نادي سي ام سي، نادي الشباب الرياضي، هادو انديه كاملين لعبنا معهم هاد السنه، وان شاء الله كنتمنى اننا نطعمهم بالوليدات ديالنا ان شاء الله في المستقبل. يعني الوليدات الصغار هادو انتم كنافذه من اجل يعني الولوج يعني لعب كره القدم ان شاء الله. حنا عندنا واحد الخطه اللي بديناها في منذ افتتاح الملاعب، وللاسف كانت كورونا ما تمكناش اننا نكملوا المسار ديالنا، توقفنا وعاود بدينا دابا حاليا اوتوماتيكمون. ولدينا لقينا واحد اقبال كبير، يعني ما غيتصوروش شي واحد يعني ان كاين عدد كبير ديال الاطفال باغيين يمارسوا كره القدم من المنطقه ديال ليساسفو. لسوء الحظ ان ملاعب صغير ما يمكنش انه يستافدوا فيها الوليدات كاملين. ولكن ليساسفو كما تنعرفوا الحي الحسني عموما فيه مجموعه من الملاعب الكبرى، علاش ما تستافدوش؟ حنا ما فهمناش المشكل، ان كيقول لك ما تستافدش في بلاصه اخرى، وحنا عندنا الحق نستافدوا في جميع الملاعب اللي هي بتراب عماله الحي الحسني. كيقول لك خاصك تكون داخل العصبه، يعني حنا العصبه ما كنفكروش فيها دابا، كنفكروا في العصبه في مستقبلا اننا نوجدوا الفريق ديالنا عاد باش ندخلوا العصبه في الدار البيضاء. ولكن من هذا المنبر كنبغيو نشيروا للمسؤولين اننا نادي سبورتيف الخزامة وبعض الجامعات اخرى كتوفر على عدد كبير ديال الاطفال باش يمارسوا الرياضه، وما ما عندناش التيران باش نستافدوا فيهم بواحد العدد كبير ان شاء الله. واش هذا المشكل طرحتوه مع المسؤولين الحاليين في المقاطعه ولا باقي ما افتتحتوش المقاطعه الحسنية؟ حنا حاطين الطلبات ديالنا يعني باش نستافدوا من الملعب الكبير ديال ليساسفا، وباش نستافدوا من الملاعب ديال ليساسفا الصغير. ولكن كاين عندنا مشكل ان الملعب الكبير ديال ليساسفا مازال كيتصوب، هو الملعب اللي جا في الحفريات. ما عرفناش المشكل ديالو، انه حنا كلجنه مراقبه للمشروع ديال الملعب الكبير ديال ليساسفا، ما عرفناش انه تعطل المشروع بزاف، ما عرفناش المشكل فين كاين. يعني انتم تطالبوا الان بتعجيل بفتح هذا الملعب في وجهه ديالكم؟ باصلاح الملعب، لان كانت واحد الخطه ديال السيد المدير الاقليمي مؤخرا بان خاص المنطقه ديال ليساسفا ان يكون فيها واحد عدد كبير ديال الاطفال باش يمارسوا الرياضه. حنا وفرنا تقريبا، راه كاين واحد تقريبا ما بين جمعيات كاين واحد 1200 وليد اللي كتمارس،
اللي عندكم نتوما داخل داخل المرفق بجميع الجمعيات. جميع ماشي على جمعيه ديالنا بوحده. ولكن واش هاد الوليدات كاملين غيستافدوا من ملعب صغير؟ لا يمكن. يعني بغيناهم باش نزيدوا حنا الماكسيموم خاصنا ديال الوليدات يستافدوا ان شاء الله. نتوما في النادي ديالكم شحال من الطفل عندكم؟ حنا الحمد لله في المده ديال شهر تسعود في بدايه الدخول المدرسي كانت عندنا تقريبا واحد 140 منخرط اللي هذه دخلات لينا هادو وليدات جداد اللي حاليا الوليدات القدام اللي كانوا معنا قبل كورونا يلاه بداو كيرجعوا حاليا. يعني العدد غيتضافر والملعب صغير ما يمكنش لانه يستقبل هذا العدد الكبير. هذا العدد الكبير. وكيفاش بالنسبه كيفاش توازنوا ما بين الدراسه تاع الاطفال والتدريب؟ كيفاش هذه العمليه؟ اننا حنا مقدمين واحد لو بروغرام اللي هو بروفيسيونيل مع السيد المدير التقني ديال النادي اللي هو السيد ايفواري كامارا اللي هو لاعب في البطوله الاحترافيه وبعده فرق رياضي يعني تستاندو. اسمح لي قاطعتك. نعم. تستاندو على التجربه الافريقيه في هذا الاطار. نعم التجربه الافريقيه عطات المبتغى ديالها. الى ذلك كانوا عندنا اطر اللي هما حاليا كيستغلوا مع جمعيات كبرى وطنيه اللي دازوا تحت الاطار ديالنا وخداو لي ديبلوم ديالهم مع العصبه وسهل عليهم الله. يعني بالنسبه لكم في نادي خزامه واش عندكم شي تنسيق ولا شي علاقه مع باقي النوادي على مستوى الدار البيضاء خاصه اللي كما قلت لي ستوجد في المحيط تاع المدينه؟ بالنسبه للمحيط ديال المدينه نعم بالتاكيد كاين واحد مساعده كبيره واللي كنبغي نشكرهم من هذا المنبر يعني انهم كيتساعدوا معنا. يعني صراحه انا جميع كانت عندهم واحد يعني الانديه الاخرى كانت عندهم واحد النظره على ليساسفا وعلى الاطفال ديالها انهم قباح ولكن الحمد لله من حاليا يعني جميع تقريبا شاك ديمونش كنكونوا في اكاديمي في جميع لي زاكاديمي اللي كاين في التراب ديال مدينه الدار البيضاء وخارج مدينه الدار البيضاء ومستقبلا كنتمنوا ان يكونوا عندنا دي سورتي خارج المملكه المغربيه ان شاء الله. ذكرتي قبل المجالس المنتخبات دابا لاحظتي معايا في الانتخابات الاخيره مجموعه من المسؤولين الرياضيين تولوا الان المسؤوليه على مجالس المنتخب. اخذنا السي بودريقه والسي جودار اللي هو نائب تاع العمده كاين السي سي الناصري اللي رئيس الوداد اصبح رئيس مجلس العماله. واش ما تشوفش بان الان هاد الناس ما عندهمش مبرر خاصهم ضروري اهتمام بالشان الرياضي على مستوى الدار البيضاء؟ يعني اول حاجه بالنسبه للمجالس المنتخبه كما مجلس المدينه او جهه الدار البيضاء الكبرى يعني منطقه ديال ليساسفا ما كتستافد منه حتى شي حاجه. يعني حالي انا عبد ربيه كمنظم لعده تظاهرات وطنيه في عده رياضات اخرى يعني ما كنلقاوش واحد الدعم من جهات اخرى من مجلس المدينه او جهه الدار البيضاء الكبرى. يعني كنبغيو ان نتمنوا ان هذه المجالس انها تعطي واحد الفرصه للجمعيات اللي هما ناشطين بالمناطق ديال ليساسفا والمناطق اللي كنقولوا ضعيفه وخاصها واحد الاشعاع رياضي كبر. سيسو انا دابا مثلا قلت منطقه ليساسفا الاطفال ديالها خصهم بحالهم بحال مناطق اخرى تما يستافدوا من الملاعب تما يمارسوا كره القدم بطريقه خاصهم يستافدوا في واحد الاطار. حنا ما بقاش في السافد راه كلشي غيستافد. حنا بغينا برامج حقيقيه برامج اللي غادي ترجع علينا بالنفع على دوك الوليدات. كما كيعرفوا عبد ربي ان في باقي الرياضات الاخرى يعني جميع دوك الوليدات اللي كانوا دازوا عندي في 2016 2015 كاملين المدربين كاملين الرياضيين شادين الانديه كبيره وحنا بغينا برامج حقيقيه من هاد الناس وريحهم معنا سوق الطاب نوريهم شنو غادي يديروا. يقدر يكون هو رياضي او سياسي او اي حاجه ولكن ما عندوش واحد النظره اللي غادي تعطي الاشاعه ديالها. حنا بغينا برامج حقيقيه تكون بالمنطقه ان شاء الله. لاحظتي معايا السي حاتم مؤخرا ولاو ذوك اللاعبين القدام تيديروا اكاديميات خاصه بالنسبه لهم، واش تشوف ان هذه خطه يعني ناجعه من اجل التشجيع على ممارسه كره القدم؟ لا. ولا تبقى غير بيزنيس بالنسبه لهم؟ كاين بعض الناس كله الضمير ديالو كاين اللي كيدير واحد الثمن اللي هو كبير اللي هو كيجيني انا مبالغ تكون عنده مبالغ فيه مثلا 6000 درهم ولا 7000 درهم راه تشرى بزاف راه لا يمكن. ان والمشكل انه الاكاديميات اللي كيديروا الثمن كبير يعني راه ما يمكنش ان وليد غيجي يخلص 6000 درهم وهو من غير اللي كتلقى عنده عائلات ديالو ميسره. اما الوليدات اللي كتلقى مكويريه ما كيكونش عندهم واحد الدعم. من هذا المنبر كنبغيو نشكروا السيد سعيد الرجراجي اللي هو المدير العام للبارك 18 اللي هو تما ان شاء الله اللي غادا اكاديميه جديده في طريق جديده
حتى ان شاء الله غتكون عندنا مع شراكات كبرى ان شاء الله. على ذكر الشراكات، شنو اهم الاكاديميات اللي عندكم شراكات معها دابا حاليا؟ كاين سي ميروفوت، يعني ميروفوت اللي حاليا كيشدوا لنا لي ماتش، كيقادوا لنا البرامج ديالنا، كيقادوا معنا يعني داكشي اللي حنا اللي باقيين ما معلمينوش كيوريو لينا. حنا غاديين في اطار رياضي قانوني محض. يعني انتم كسبورتينغ خزامان معترف بكم نادي معترف من طرف المديريه الاقليميه لوزاره لقطاع الشباب والرياضه العامله لعملتي على السوق الحي الحسني. وكنشكر السيد هشام زلواش اللي قدم لنا جميع المساعدات، والسيد علي رشدي اللي هو مدير ملاعب ديال القرب. يعني انتم الان تخدموا بطريقه اللي هي قانونيه، ما كاينش بالنسبه للدوله تغارش عندهم شي شواهد تاع التدريب تاع الممارسه ولا بالنسبه للشواهد؟ دابا اي وليد كيبغي يتخارط عندنا كنقدوا ليه الموافقه ديال الاب ديالو، لي زاسيرونس، شهاده طبيه على الممارسه، يعني مقابل كنصوبوا ليه لي باج ديالو. هاد لي باج كيصوبوا في المديريه على حساب اننا في الفصل ديال الصيف كيكون المخيمات، كيكون لي بيسين، يعني داك الباج يمكن ليه ولوج ديالو للمرافق التابعه للقطاع الشباب والرياضه. وهضرنا على الشكرات قبيله، واش شراكات عفوا، واش عندكم شي علاقه مع الفرق الكبار على مستوى الدار؟ الرجال والوداد اتحاد البيضاء. بالنسبه لهاد الفرق الكبار حنا ما بغيناش ننقزوا المراحل، يعني ما يمكنش لينا حنا حاليا نمشيو ننافسوا مع فريق كبير اللي كيتكون. احنا هاد الفرق ديال الرجاء والوداد راه كاين الوليدات ديالنا حاليا عندي، يعني كانوا دازوا عندنا حنا هما اللي كاينين في الوداد. مثلا ابن اللاعب السابق اللي هو ابن الخزامه اللي هو عمر كوار اللي حاليا في فريق ديال الوداد الرياضي البيضاوي اللي كيشرف المنطقه ديال ليس اسفا، وكنبغيو ندعموه من هذا المنبر. اللي هو وليد كان معنا حنا في كان باقي صغير في النادي، وكان كيلعب معنا لي ماتش والتورنوات، وحاليا الحمد لله غادي في واحد الاطار اللي هو احترافي. ممكنش نهضروا على الكره وما نهضروش على الماتش تاع اليوم السبت، يعني الجزائر والمغرب، كيفاش شفنا التوقعات ديالك لهذا المقابل؟ بالتاكيد ان المنتخب المغربي تبارك الله منتخب كبير، فيه عناصر اللي هي تبارك الله احترافيه، وان شاء الله غيكون الفوز للمنتخب الوطني بخماسيه ان شاء الله. يعني ردوا الدين تاع ضروري الخماسيه ان شاء الله ضروري. بالنسبه لكم تفاجاتي بالاداء تاع المنتخب الرديف، حيت البعض يقول لك بان المنتخب هو اللي خصو اصلا يمثلنا في الكاف تاع الكاميرون. داكشي كيبقى هو اختصاص الناس المسؤولين والناس اللي هما احترافين، حنا ما نقدروش ندخلوا في هذه المعطيات، ولكن اللي بجوج اللي هما فرق كبار اللي هما ربح الكرة المغربية ربح لها كبير ان شاء الله، وغيكون ان شاء الله علاش الفوز باللقب العربي ان شاء الله. يعني انت متفائل بان المغاربه يقدروا يفوزوا باللقب؟ بالتاكيد غيكون خماسيه ان شاء الله من هذا المنبر غتفكر السي. شكرا سي حاتم، شكرا على قبول الدعوه. شكرا متتبعي قناه فاس بريس، الحد نقول لكم الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.